استشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مكتبة دبي السمعية، أكبر مكتبة سمعية باللغة العربية في العالم، وهي تستهدف 7 ملايين عربي يواجهون تحديات بصرية بمبادرة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع الموقع الإلكتروني العالمي bookshare.org، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع. حضر تدشين المكتبة سعادة مطر الطائرة المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وسعادة عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وقام السمو ولي عهد دبي بتحميل أول كتاب في مكتبة دبي السمعية، وهو ديوان زايد لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والذي يضم بين دفتيه 87 قصيدة إلى زايد ومن أجل زايد وفي حب زايد، إذ يمثل عدد القصائد عمر المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وتأتي مبادرة مكتبة دبي السمعية انسجاما مع مبادرة يوم لدبي الهادفة إلى ترسيخ روح التطوع من خلال تخصيص أفراد المجتمع يوما واحدا على الأقل من العام لمختلف أشكال الأنشطة التطوعية، كما تأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات لدعم فئة أصحاب الهمم وتعزيز ثقافة القراءة لديهم وتمكينهم من الحصول على المعارف المختلفة. وتستهدف الهيئة توفير 300,000 كتاب باللغة العربية بمشاركة أكثر من 10,000 متطوع سيحولون الكتب العربية إلى كتب رقمية من خلال أجهزة المسح الضوئي OCR التي ستتوفر لهم، والتدقيق اللغوي على الكتب التي تحولت إلى ملفات رقمية قبل تحميلها على المواقع الإلكترونية.